إمام المسجد. إمام مسجد؟ ليه أنت اكتشفت دين جديد ولا حاجة حضرتك؟ معقول؟ معقول يا عوكسة؟ لا 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 بص وحياة أمك ما تعملش حاجة وأنا هتكذب. حبيبي صبح بقى. مش هيقدر يعمل اي حاجه. خد يا ده انت انا تعالى عمر ساعتك انت مشغل يا ده. لا حضرتك بص انا خلقت ربنا طبيعي انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه. هتلاقي اوسخ من وساخ اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشاله التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع مانجو في الكيس البلاستيك بتاع الخضار. حضرتك امسكوها ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصل؟ بيت المعلم حصل حضرتك سيادتك دعارة بقى دعارة. وانت مال اهلك ما ترد على بص يا بنت الكلب وغنيته البلد. فين بيت المعلم حصل؟ وساخة وماله البلد دول حضرتك. رابع عمارة على ايدك الشمال. طب خلاص دور. لا يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوة ناس وسخة. الزعم في خدمة السلطة. طب بوسة لما كان نفسي ادخلك يا جامعه الزنجريه. بس هنعمل ايه بقى؟ الحاضر والنصيب. انا ماني دلوقتي متخرج ومعايا الشهاده الكبيره وبقيت اكبر عاطل فيك يا مصر. مطول اخبار يا رابع يا رابع. هادي اهرام عدس اهرام اخبار جمهوريه. يرى البيثا يرى البيثا. بقول لحضرتك ايه؟ هو انا ينفع اخش جوه الجامعه وابيع جرايد؟ طبعا ينفع. انت مواطن مصري. ليك حق في البلد دي. ليك في الجامعه، في النيل، في الهرم، في المترو. عشان كده لازم يبقى في بيننا تداول للسلطه بشكل متوازن. انت فاهم؟ لازم نقف مع بعض عشان نعرف نواجه. من حق كل مواطن في البلد دي ان هو يتعايش كيفما شاء، اينما شاء، وقتما شاء. هو حضرتك جابت انقاذ ولا ناديمون؟ شايفينكم. شايفينكم. شايفيننا؟ مين؟ احنا. انتوا بتكونوا عصابه جديده اسمها شايفينكم. تنظيم سري. لا 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 تنظيم علني. علني. طب طالما الفضائح كده بص بقى، لو محتاج ملاتوف او قنابل ثمينه للدموع انا تحت امرك. شوف انت اللي انت عايزه ايه. مش احنا دي جابت المعارضه. خلاص قعد مش احنا مع شايفينكم. واطلعوا بحل عبد الخضر الثعبي يقعد مرتاح. اشوفك في الميدان في جحيم الله. خد تعالى هنا. انت خدتني في طلبات كده. انا عايز اخش الجامعه ازاي؟ انت في الجامعه فعلا؟ ايه ده؟ معقول انا في جامعه السنجريه؟ كويس خالص. يبقى كده اتفقنا ان في مجموعه عناصر اساسيه بيحتاج اليها الانسان حتى يشعر بالانتماء ويحس فعلا انه عايش جوه بلده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن ندردش دلوقتي مع بعض واسمع وجهة نظر كل واحد منكم ايه هي العوامل اللي محتاج اليها الانسان حتى يشعر بالمواطنة. اتفضل. الحرية يا دكتور. جميل الحرية. مين تاني؟ اتفضل. من حق كل مواطن انه يمارس حقه الانتخابي بالديمقراطية برضو يا دكتور. كويس جدا. اتفضلي. الانفتاح يا دكتور، لابد من الانفتاح على كل الحضارات وبدون قيود. تبادل ثقافات. كويس. المندهش اللي قاعد جنبك ده ممكن تقول لنا وجهة نظرك؟ انت انا ساعتك؟ ايوه انت. زملائك بيقولوا ان الانسان العادي اللي عايش في بيئه فقيره وفي حي شعبي محتاج لعده عوامل علشان يشعر بالانتماء داخل وطنه. في اللي قال الحريه والديمقراطيه والانفتاح على ثقافات العالم الاخر. المواطن محتاج لايه حتى يشعر بالامان والانتماء لوطنه؟
انابيب. سيبوه يقول وجهه نظره، اتفضل. احنا قلنا انابيب 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 وبنزين وسولار وعيس والدائري بالليل. انت بتهرج؟ انا ما بهرجش والله، ده بيثبتوهم، ده بيثبتوهم رسم على الدائري بالليل، ينزلوهم التاكسيات ويروح حاطط لك السنجه وانت قاعد. انت طالب انت؟ اديني كارنيه. كلك مين يا عم؟ ده انا على باب الله بتاع جرايد. هي حصلت؟ باع جايلين جوه مدرجي؟ مدرجي ده هيعمل لي فيها صاحب ملك يقول مدرجي. امشي اطلع بره. بقول لك ايه يا سيادة، تقول لي فيلات ياما. يا نهار اسود يا راجل، انا كلام فاضي، انت هتقول لي الحصباره يا رب يا مريم. يلا اقرا البيت البيت. ها اما لما منكم بره بقى خلاص. يا سعاده البرنس، خليك كده حلو كده، مددني كلها شغاله كده. انا جاي اسرزق في قلب الجامعه هنا بدل ما اتنطط بره في مظاهرات. عايز تنصت معايا قول لي ادفع لك ارضيه، انما تقعد تهزقني كده وسط الصنايعيه. يا دي انت سمعت قبل كده ان في حد دخل الجامعه بيبيع جرايد؟ حضرتك دلوقتي من حق كل مواطن ان يتوافق حيثما شاء. وبعدين دلوقتي حضرتك الحكم بقى متوازي، وبلدنا بقى في انفتاح واحنا بقينا مفتوحين. تمام يا فندم. بتوع خلال السبتيه اهو. خلاص حضرتك لازم احنا في ظلم واقع على خلاص. كل دول تشيل بطايقهم على جنب وترميهم في الحجز لحد ما افضلهم. وخد ده معاهم. مين ده حضرتك؟ يلا حضرتك. يلا حبيبي يلا. اما نشوف اخرتها ايه؟ خش يا غلباوي. هو اللي حد يمد ايده. خش يا غلباوي. مش عايزين نبطل على حد. عم فكري، انت ايه اللي جابك هنا يا عم فكري؟ تفتح. مش معقول، انا مش مصدق عينيا. شفت انا قلت لك انا بلاش العيال اللي داخله وخارجه وطالعه عندك دي. شفت ادي اخره الحشو في المحتي. افتكر مع كام واحد من الغلمان. اسمعني كويس وما تفهمش غلط، انا اسمي الحقيقي سلطان الدهشوري. يعني انت مش عم فكري؟ ده انت شكله خالص. أنا كنت من أحسن شيفات في مصر، اشتغلت مع أمراء وملوك ورؤساء، كنت باخد منهم هدايا أبيعها وأجيب بيها ذهب. ضربت في البورصة قعدت سنين وربحت من البورصة أكتر من 7 مليون جنيه. ورماني حظ في الشغل على راجل كبير قوي. الراجل ده تتح بسلطته، حط ايده على اراضي عينك ما تجيبش اخرها. وكان بيكتبها باسمي ويكتب عليا ورق ضد عشان يقدر يستردها وقت ما هو عاوز. وعلى حس الارض دي على حس الارض دي خد قرض من البنك باسمي. خد قرض؟ اه قرض. وهرب على بره، واول ما وصل هناك مات. مات؟ خلاص كده خلصت الحدوته؟ لسه. امال ايه؟ لبست انا. لبست؟ لبست القضيه. اه. علشان كده جيت المنطقه عندكم هنا علشان الدائرة فيها. في حد يبقى معاه 7 مليون جنيه ويستخبى في المنطقه وسخه زي دي؟ اعمل ايه؟ ما انا ما كنتش اقدر افتح عيني في وشه. طب هسألك سؤال. فين الفلوس؟ اكتمنص. الفلوس والورق عند بنت اخو الراجل. يبقى هي خدت الفلوس وكتمنص والورق وهي. فلوس ايه اللي هتبص لها اميره؟ ده انا مربيها على ايدي، دي عامله لي توكيل عام. هي عندها معرض عربيات؟ هتموتني باسئلتك دي. عامله لي توكيل عام، يعني اتصرف في اي حاجه تخصها باسمي. لكنها فجاه اختفت. اختفت؟ ليه؟ في حد عزم عليها ولا حاجه؟ خد ده مفتاح شقتي. ايوه تتعجلي بالليل ولا ايه حضرتك؟ خد كمان امسك دول قرشين مشي نفسك بيهم. متقلقش ان شاء الله باذن الله هتلاقي الورق ده زلين براسك. يا رب يا ابني. اطمن وحط في بطنك مانجا عويسي، انا هقوم لك اكبر محاسب موجود في البلد، وباذن الله اعدام واستئناف في نفس التوقيت الصيفي. اما ربنا يفرجها عليا من الضيقه دي هدي لك 2.
2 ايه؟ خدها خدها عم فهد. انا هديك 2 مليون جنيه من السبعه. ازاي يا ديب؟ كل اللي انا عايزه منك ان انت بس ايه؟ تديني بس ايه؟ قطر قطر او اي خيط لامير حبي انس. اي خيط. والله يا ابني انا كل اللي قدرت اوصل له الميل بتاعها. ايه الجملة دي يا عم فكري؟ يلا يا عم فوق. يلا يا حبيبي. كل اللي انت هتدي منه الطاقة وانت على فوق. يلا يا حبيبي. كل اللي انت هتدي منه الطاقة. انا هجيبك الخضر ده. هعرف ان اللغز العظيم. الله يا جلبان. انا هجيب فين؟ انت معاك اللغز العظيم. الميل. الميل. انا عايز اعرف اللغز ايه؟ الميل اللي ايه؟ يلا. والله حلوه شقه عم فكري دي يا خير. ودي ايه يا دي؟ ده اسمه كمبيوتر يا خالي. ما رضيتش عليا يعني بقول لك ده ايه اصله؟ ده اسمه كمبيوتر. هو اسمه كمبيوتر. اشتغل دلوقتي هتشوف. يا ترى عم فكري انت بس انت ايه اللي خلاك بس ساكت لحد دلوقتي لما خلاص رجليك جت في المنص؟ تصدق عنده وصلت نت يا خالي؟ بعدين ايه الحيل الحيل دي؟ يعني عايز اعرف يعني هل قصده يعني هو يقول لك ايه منين منين وعنده مثلا قرد عايز يوصى عليه؟ ده عنده كمان اكونت على السكايب يا خالي. بقول لك يا خالي عم فكري ده شكله حكايه. السلام. للاسف يا خالي ما عندوش غير كونتاكت واحد بنت اسمها استنى هطلبها. الله ايه يا هز؟ ايه يا خالي؟ وخلاص عمال تيري كتير كتير انت مش شايفني انا سرحان في القضيه بتاعت عم سلطان؟ طب اعمل ايه في ساعتك انا؟ انت ما بتصرفش خالص يا هادي. عملت لي صباع نفسي. حقك انا يا ناس. انا هروح اذاكر مع اصحابي وريحك مني. ريحني مني وانت خلاص قاعد في بطني هتريحني منك. وشكرا على فلوس الكتب. العافيه وسخ. يا سلام قال لك عندها تونتك. الشقة دي مسكونة ولا ايه؟ انت انت انا انا بص لي هنا قرب قرب هنا تعالى اهو. لا يا ساتر يا رب ابعد وشك بليز. انا اميرة. انت مين؟ انا ستح. يوه واضح ان عندك عيب في النطق وهتضيع لي وقتي في التقطقة. لا 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 خلاص لا اصلا عايز اقول لك ان انا مفيش وقت للرغي. عم سلطان فين؟ عم سلطان في الجحيم. يوه يبقى ما قداميش حل غيرك. بص بقى اللي هقوله لك ده تقوله لعم سلطان بالحرف وهو عارف هيعمل ايه. بس انت دخلتي هنا ازاي؟ ده الخط ده عندي ولا عندك؟ دول وصلوا. وصلوا مين؟ انت كاسيب ازاي؟ خد عندك سجله ودي لعم سلطان. انت كاسيب ازاي طيب؟ قوله ان الورق والامانه في الامان. اوكي؟ مع ايمان. انت مالك قوله كده خلاص. خلاص 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 هقوله خلاص. 012 01 012 01 0 1 7 7 7 6 شايف الخلقة دي؟ ايوه شايفها شايفها. ممكن تدور وشك؟ ايوه دور وشك ناحية تانية. ممكن تبص لي؟ قرب لي شوية. ايوه حلو. حفظت وشه؟ صم. الصور دي هستلمها امتى؟ انت بقى الهيرو بتاعها. انا هنجيبك وانا هنلاقك وهنفخك. كابيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ هي وصلت لكازاكيتو؟ انت فين يا خالي؟ انت فين يا خالي؟ يا هادي تعال انا هنا يا هادي. ايه ده يا خالد؟ انا هنا في الحظيره. قاعد بتعمل ايه هنا؟ تعال خش. اخش فين بس اطلع انت؟ خش يا هادي تعال ادخل يا هادي انا بتصرخ بره ادخل جوه. يا رب انا خلاص خلاص ضعت يا هادي ضعت خلاص. يا خسارتك يا جدع. ده انا اللي ما كانش في حد يقدر يثبت ان انا حي. ده كان فاضل لي يومين وصورتي تختفي من المرايه ده دراكوره. طب اهدى بس يا خالد. مش يمكن يا خالي اللي انت حكيته لي في التليفون ده اشتغاله من واحد بيستظرف؟ بقول لك البنت كلمتني في السياسه في التلفزيون ببطط وقالت لي على اسم عم فكري الحقيقي سلطان الدهسوري. وبعدين الراجل قال لي ايه؟ فاخنج
كذا كيسو وحاجه ثانيه مكتوب اقول لك عليها. قول. قال عم فوقك خيالك هيطير في خيالي. طب روح يا اخي روح. انا خايف يا ابني قوي. بص يا خالي ده جوجل ايرث. ايه جوجل ايرث ده؟ انت بتكلمني على اساس ان انا مهندس.